ضمن المطالب التي قدمتها واشنطن لطهران لإنهاء فرض أي عقوبات عليها هو أن تسحب الأخيرة ميليشياتها من سوريا، في حين جاءت تصريحات إيرانية تلمح إلى أن طهران لا تنوي فعل ذلك بأي حال من الأحوال. دعونا نتعرف الليلة على تلك الميليشيات التي ساعدت على تغول إيران في الداخل السوري، وكيف بدأت؟ دخلت إيران بكامل قوتها في الحرب السورية منذ أواسط 2011، لكن انتشارها تفاقم مع مرور الوقت. تنتشر في سوريا ميليشيات محلية وأجنبية تابعة لطهران يزيد عددها على 50 فصيلا، ويتجاوز عدد مسلحيها 60 ألفا، يعملون تحت قيادة خبراء عسكريين لتنفيذ استراتيجية طهران. المنطقة المحيطة بمطار دمشق هي القلب النابض للوجود الإيراني متعدد الجنسيات في سوريا. تحتل مدينة السيدة زينب مكانة خاصة في الاستراتيجية الإيرانية المتمركزة حول مطار دمشق. مدينة القصير أيضا بريف حمص الغربي مقر خاص بحزب الله، وهي نقطة ارتكاز لوجوده العسكري هناك. فيما تمثل محافظة حمص العمود الفقري لتمركز الميليشيات المدعومة من إيران والقادمة من العراق ولبنان وإيران وأفغانستان وباكستان. هناك العديد من الميليشيات الأجنبية المدعومة من إيران تشكل الميليشيات العراقية عمادها، تتمثل بكتائب الإمام علي المنضوية تحت راية الحشد الشعبي في العراق، وتضم نحو 1000 مسلح يقاتلون في البادية. كتائب النجباء وكتائب سيد الشهداء وحركة الأبدال أيضا يبلغ عدد مسلحي كل منها نحو 1500 وينشطون أيضا في البادية. لواء أبو الفضل العباس الذي يتخذ من السيدة زينب مقرا له يضم أكثر من 7000 مقاتل ويشكل ثاني ثقل أساسي في نبل والزهراء بريف حلب. لواء الإمام الحسين يقدر عدد مسلحيه بأكثر من 1000 مسلح يتخذون من حلب مركزا لهم، وهناك ميليشيات لبنانية مدعومة من إيران حيث تقاتل حزب الله اللبناني وسرايا التوحيد، وأيضا بواقع 8000 للأولى و500 مسلح للثانية. هناك ميليشيات غير عربية، هذه هي الميليشيات غير العربية، هم الفاطميون من أفغانستان والزينبيون من هنا من باكستان، الأولى أكثر شهرة من الثانية ويقدر عدد مسلحيها بنحو 1000 قتلوا في درعا وتدمر وحلب. ما استعرضناها الليلة مشاهدينا هو غيض من فيض، فهناك كذلك تنظيمات محلية إيرانية، وهذا ما ربما يبرر المطالب الأمريكية لإيران بسحب ميليشياتها من داخل الأراضي السورية.